من الخليج، وحديث أبجدية الفرسان خفق الصحارى خطوات واثقة نحو المدى، وكل النهارات له ميدان. ومن الخليج هاك سفير المجد يحمل سر الإبداع، أسرش صهوة الريح يا مدى، فخيول الحياة خرجت عن بكرة عشقها، تخفق بين الإلهام ونواصي الواحات. وفي الكويت حوار البحر مع ملتقى الشمس ذات صباح، وعيون شاهدة تحرس الأرض وترسمها في زمن العشق. ومن مراسي الخليج أشرعة تشد الرحال نحو الآتي، تسابق سهيل الموج نحو النجاح، فالشوق إلى المدى الحر جمر تلفحه أجنحة النسور ذات سفر. وفي الكويت فروسية قابض على نواصي الأمل، معتليا سهوة الغد نحو مواعيد الورد، وعنان المدى يخبر الآتي رسائل العطاء، تلك حكاية وفاء القمح، فالحصاد عيد ومواعيد وسنابل. وفي الكويت عناد الشمس في عرينها، حدث يا فجر فتلك العيون العاشقة سلكت شرف العبور إلى النهار. الفيصل وذكى المجد سفير النور المتحدر من سلالة الشمس، من يحدد وجهة الريح والمدى مداها في سفر الأفاق، من يقيد نور الشمس وحدودها 1000 عام من النهار. فكيف لتلك الحروف أن ترتقي نحو طموح البحر وثورة حياة الموج الذي لا يتعب ولن يستقيل من الترحال؟ رؤيته الوطنية نابعة من عشقه للكويت ووفائه لترابها واحترامه لقادتها الكبار. فخلال مسيرته الوطنية والاجتماعية كان وجه الكويت الناصع سفيراً لعنفوانها وعطائها في دنيا العرب والعالم. يلتزم قضايا الإنسان والوطن، يسعى لتزداد الكويت وشعبها تألقاً وازدهاراً، وهو الذي يدعو للمزيد من العمل بهدف بناء الإنسان وتطوير المؤسسات ومواكبة مستجدات العصر الحديث. ينظر للكويت بعين القلب والعقل والروح، وهو الذي نذر نفسه لأجل ترابها وشعبها ودوام عزها وازدهارها. يتطلع إلى لبنان البلد الجميل والشعب الطيب والجمال الشامخ والنسيم العليل والشاطئ الجميل والمواطن المطياف، بلد الحضارة والفن والمسرح، بلد الأرز وأغنيات فيروز وآل الرحباني وجبران خليل جبران. له في هذا البلد عمق الصداقة والذكريات، ويتمنى أن يستعيد لبنان عافيته وتبقى الأرزة شامخة في جباله وعيون أبنائه. الفيصل فارس يسكن في تفاصيل الحياة، يعشقها، يسافر في مداها، يتخطى الزمان والمكان حتى ثمالة العطاء. لكأنه فنان يحترف الحياة، يختبرها، فهل يتسع الكلام لجموح الروح المتدفقة بين عنان السماء وثمالة البحر وفروسية البحار؟ نحن في رحاب رجل إنساني راسخ في حب الوطن، نحن أمام هيبة فارس يخفق بعنفوان الشباب وأصالة الرجولة وأنوار الحكمة. يفتح كتابه ويتلو مجد الحياة بأحرف من نور وذهب. الشيخ فيصل لحمود المالك الصباح سفير العطاء وفارس الحياة ومثال الحكمة والقيادة والشجاعة والتواضع، رؤية إنسانية تشع كما الشمس في عيون طلاب الحياة.